السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء بعد تحياتي لكل بني آدم شريف وقف معنا لحد هاي اللحظة ما وقف معنا. أنا بدي أعرف معلومة صغيرة، بأي حرب السلطة حالياً 50 عسكري بيهجموا على الدار على ختيارة وختيارة وجريح في الدار بفتشوا الدار بطريقة يعني مش منيحة وبيصرخوا فيهم ببهدلوهم. إحنا شو مسويين؟ شو سوينا لفلسطين؟ شو سوينا للوطن بطريقة إنه عناصر فلسطين يهجموا علينا في الدور زي هذا؟ إحنا مش جواسيس ولا حرامية ولا تجار مخدرات يدخلوا على دورنا يفتشوا دورنا بطريقة زي هذه. احنا اولاد فتح وراح نضلنا اولاد فتح، احنا وقفنا مش راح نتخلى عن فتح، احنا مش جواسيس ولا ضد السلطه ولا ضد اي حدا في الشعب الفلسطيني بشكل عام، بس تدخلوا على دار بطريقه زي هذه وتفتشوا الدار، هذا طريقه مش منيحه بالمره، بالمره انتم سئتوا في هذا الدار وسئتوا فينا وسئتوا في التنظيم وباسم التنظيم وباسم حركه فتح اللي الها ثلاث ايام بتشتغل على هذا الموضوع على هذا الموضوع وبتعطوا وعود انتم يا السلطه انتم بتحلوا الموضوع، ما دام انتم بدكم تحلوا الموضوع بكفتوا بتحلوا الموضوع بأي حكي بتدخلوا على دار الساعة 10 في الليل، أهل الدار نايمين بتنبشوا الدار بتصرخوه بتدابشوا، فيها شاب جريح معاق بقدرش يمشي وأنا بنفس الوقت أسير ماليش فترة صغيرة مروح، شو يعني شو قدام الناس هذا الحكي أنا حلوة يعني حكي أهل الدار، شو يعني لوينكم تصلوا إحنا شو مسميين؟ وبرجع بقولكم إحنا أولاد فتح وراح نضل فتح حميتنا، وإحنا سقطنا في فتح كبيرة، وإحنا يا عمي أنا بكأني من هذا رسالة لمحمد المصري إحنا مدخلين عليه. واحنا اولادك واحنا اخوتك احنا مدخلين عليك تحل لنا من هذه القصه، حنا وصلت معك بدخل دورنا احنا مش جواسيس، انا بدخل على كل شريف في بيت لحم على العشائر على التنظيم على كل حدا شريف في بيت لحم انه يقف على قصتنا، احنا ما زنينا ولا سرقنا ولا حششنا ولا تجرنا في المخدرات تدخلوا على دورنا هيك، وين اهل بيت لحم؟ كم اسبوع انسال بيت لحم صاروا يقولوا عن بيت لحم ديوثين وفيش عندهم شرف وفيش عندهم كرامه عشان صار في رد اعتبار لأهل بيت لحم والناس كيفت على هذا الاشي تتخلوا عننا ليش تتخلوا عننا احنا شو مسويين ولا اذينا حدا ولا كتلنا ولا مدميين كل اللي صار شوية تكسير ليش انتوا هيك تسووا ليش في شهيد لسه بيت لحم دمه ما نشفش يا عمي لسه في شهيد في بيت جاهل لسه روحه على دمه بتشوفوا الدم ليش انتوا بتسووا هيك انا بناشد كل بني ادم شريف في بيت لحم يكف معنا بس لانه احنا عن جدة ابننا عندنا ثلاث ايام بننام في الشوارع الله بيعرف حالتنا كل هذا من خوف الاعتقال، لأن احنا ناس شرفاء تحركنا مننا لمناصنا لحالنا. ويعطيكم العافية.